السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شاب جلال، جيسبر كو زالي بيان سي بون فور فامي فو بروشي فو زامي. سي جور لا اون فا فير اون سيري دو كور كونسيرنون لي ماتيماتيك دو لا بخوميييغ اني كوليجيال. لهذا أبنائي أدعوكم لمتابعتي في هذه الدروس التي تهم التلاميذ الذين انتقلوا، وبالمناسبة أهنئ جميع التلاميذ الذين نجحوا واجتازوا الابتدائي وانتقلوا إلى الإعدادي وحصلوا على شهادة الدروس الابتدائية، هنيئا لكم وهنيئا لآبائكم. لهذا أدعوكم لمتابعة هذه الدروس، وهذه الدروس الغرض منها هو تبسيط المفاهيم الرياضية التي ستدرسونها، لأنها ستكون بالنسبة لكم صعبة، وأنا أحاول أن أسهل عليكم هذا الأمر. إذا سنبدأ بهذه الدروس. أول درس عندكم في الرياضيات في الإعدادي إن شاء الله تعالى، وانتبهوا لكم مزيان، سميتو أونشينمون دوبيراسيون سيغ لي نومبر أونتي إي دي سيمون. هاد العبارات ما تخلعكمش، غادي نفهموا إن شاء الله نشرحوها بسهولة. أونشينمون عندنا لاشين هي السلسلة، أونشينمون يعني تسلسل عمليات سيغ لي نومبر أونتي على الأعداد الطبيعية إي دي سيمون. نعاود أونشينمون تسلسل، أوبيراسيون شنو هي زوبيراسيون بحال الضرب والمقيس والزائد، هذه تسمى عملية دي زوبيراسيون. لي نومبر تتعرفهم، لي نومبر هما الاعداد اونتي، الاعداد الطبيعية. انت تقول الاعداد الطبيعية بحال 5 6 7، الاعداد اللي ما فيهمش الفصيله ما فيهمش ناقص يتسموا اعداد طبيعي، وديستيمو هما اللي فيهم الفصيله، الاعداد اللي فيهم الفصيله تسمى لي نومبر ديستيمو. اذا قبل ما نبداو الدرس ديالنا خاصنا نعرفوا شنو هما لي زوبيراسيون اللي تيكون عندنا في الرياضيات. كاين لي زوبيراسيون، كاين لا سوم، لا سوم هو عمليه الجمع، لا سوستراكسيون هي الطرح، سوستخير هي تطرح ولا تنقص شي حاجه، نعقلو لا سوم بلس لا سوستراكسيون هي ناقص. عندنا لو برودوي، لو برودوي هو عملية ديال الضرب لا ملتيبليكاسيون. عندنا لا ديفيزيون هي القسمة. إذا ملي تكون عندنا هاد العملية مسلسل، مثلا عندنا 7 زائد 5 مضروبة في 4 ناقص 3 كذا، أش تنديرو؟ كاين أوبيراسيون فاتون إفيكتيو أون بخوميي ليو، إي أون سكون، إي أون تخوازيام ليو. إذا كيفاش شنو هي العملية نسبقو؟ واش نسبقو زائد ولا نسبقو ناقص ولا نسبقو الضرب؟ أشنو هي العملية؟ إذا نعطيكم مثال، واحد المثال باش نبين لكم أشنو تيوقع لنا المشكل اللي تيوقع لنا. مثلا ما تقولش عارفو أش نسبقو، مثلا عندنا أ، أنا هذا إكزومبل، إكزومبل هو مثال، عندنا أ إيكال 3 بلس 7 فوا 10. هاد العملية عطيناها لجوج أطفال، عطيناها لحسن وكريمة. أش دار حسن؟ 3 زائد 7 تبدل تساوي 10، 3 بلس 7 صافي 10، ملتيبليي باغ 10 صافي 100. قالك أ تساوي 10 حيت درت 3 زائد 7 هو عملية الجمع، وضربها في 10 عطاتو 100. بالنسبة لكريمة أش دارت؟ كريمة سبقات عملية الضرب، كتبات لينا أ إنتيكال 3 بلس 70، يعني 7 فوا 10 صافي 70، عطاتها 73. إذا شكون هو اللي صحيح؟ باش نتجنبو هذا المشكل، قالك بوغ إيفيتي سو بروبليم، باش نتجنبو هذا المشكل، لي ماتيماتيسيان، لي ماتيماتيسيان هما علماء الرياضيات ولا الرياضيون تسميهم، الرياضياتيون ولا الرياضيون، اون ديسيدي كو سيغتان زوبيراسيون سون بريوريتير. قرروا، قالك علماء الرياضيات قرروا، يعني اتفقوا بيناتهم بأنه هناك عمليات عندها الأسبقية على عمليات أخرى. غادي نعرفوا كيفاش هاد العمليات اللي عندهم أسبقية على عمليات أخرى بالانتقال إلى عملية الجهة الأخرى إن شاء الله تعالى. هنا العنوان الاول للدرس ديالنا هو لي كالكول سون بارونتيز، ملي تيكون عندنا حساب بدون اقواس، حيت بعض المرات تلقاو الاقواس بعض المرات ما تلقاوهمش. اذا ملي تيكون عندنا مثلا 5 زائد 7 ناقص 3 مضربه في كذا وكذا، ولكن ما كاينش اقواس بيناتهم، عندنا القاعده الاولى لا ريغل، بروميير ريغل تنسميها ريغل 1. دون ان كالكول سون بارونتيز، انا تختصر الكتابه، دون ان كالكول سون بارونتيز، في حساب بدون اقواس كومبورتون اونيكمون بلوس موان، يعني تيكون فيه فقط زائد وناقص، اون افيكتيو الكالكول دو بوش هضرتو، عقلوا ركزوا معايا الله يرضي عليكم. عندما يكون عندنا حساب بدون اقواس، انا راه العنوان ديال الشابيت هنا، كالكول سون بارونتيز، حساب بدون اقواس، ملي تيكون ما كاينش اقواس، اون افيكتيو الكالكول دو بوش هضرتو، تنبداو من اليسار الى اليمين، صافي. اذا هنا عطيناكم مثال، ا تتساوي 40 موان 6 بلس 8 موان 5. اذا كون فاتون فير سيت اوبيراسيون، نبداو من اليسار يعني من الكوش الاول، 40 موان 6 صافي 34، و تنخليو العملية مترتبة تاني، إذا انتقلوا للمرحلة الثانية 34 بلس 8 موان 5، كنعاودو تنبداو من اليسار إلى اليمين، 34 بلس 8 موان 5، 34 بلس 8 صافي 42 موان 5، و تنعاودو ننتقلو
دو غوش هذا هو 42 موان 5 صافي 37. احنا نجزنا العمليه الاولى. مثال اخر جي هذا الفعل فاصل لانه غادي يصير بي تيكال 7.3 بلس 1.4 موان 5.6 تنتقلوا دو غوش هذا هو 7.3 بلس 1.4 صافي 8.7 موان 5.6 نتقلوا ثاني دو غوش هذا هو 8.7 موان 5.6 صافي 3.1. إذن احنا جزنا العملية دو غوش أضغط. إذن مما تيكونش عندنا لي بارونتيز يكون لي زائد ناقص كذا كنسبقو العمليات من اليسار إلى اليمين دو غوش أضغط. دوزيام غايدل نفس العملية بحال هذه تيكون إذا كان عندنا فيها الضرب وناقص والقسمة الضرب والقسمة بدون أقواس دو غوش أضغط عقلوها. دون لا غايدل دو سافيك دون لا غايدل دو دون زان كالكول سون بارونتيز كومبورتون إينيكمون لا ميتيبليكاسيون إي لا ديفيزيون on effectue les calculs de gauche à droite. نفس العملية كي دير لي زائد ناقص دير عملية الضرب ولكن بدون أقواس ننتقلوا إلى الأمثلة في الجهات الأخرى. إذا مثال آخر ديال العملية من الغاية الثانية C est égal à 20 divisé par 5 fois 4 divisé par 8. عندنا دوك العامل إن شاء الله ما كاينش الأقواس عندنا قسمة عندنا الضرب عندنا أون لا ديفيزيون لا ملتيبليكاسيون إي لا ديفيزيون. إذا شنو هي القاعدة؟ دو غوش أ دروات، صافي؟ دو غوش أ دروات عندنا 20 ديفيزي بار 5 صافي 4 ملتيبلي بار 4 ديفيزي بار 8 4 فوا 4 صافي 16 ديفيزي بار 8 نتقلو ثاني دو غوش أ دروات 16 ديفيزي بار 8 صافي صافي. حنا جزنا العملية ديالنا بكل سهولة لأن تبعنا القاعدة اللي عقلوا على هاد القواعد خاصكم تعقلوا عليهم إلا ما عقلتوا عليهم ما تديروا والو. إذا انتقلوا العملية التالية D est égal à 4 fois 3 divisé par 2 fois 5 4 مضروبة في 3 مقسومة على 2 اش غادي ندير واش نسبقوا هذه ولا نسبقوا هذه تنبداو كي قلنا دو غوش أ دروات حيت ما كاينش لي بارونتي 4 fois 3 صافي 12 divisé par 2 fois 5 انتقلوا المرحلة دو غوش أ دروات عندنا قسمة ضرب دو غوش أ دروات 2 divisé par 2 ça fait 6 fois 5 9 ça fait 6 fois 5 ça fait 30 احنا جزنا العملية بكل سهولة لأننا طبقنا القاعدة. ننتقلوا إلى القاعدة التالية لا ريغل 3 اش تقول؟ لا ريغل 3 دي كو سون بارونتيز ملي ما تيكونش عندنا الأقواس اون افيكتي ملي تيكون عندنا عمليات كثيرة فيها زائد ناقص قسمة ضرب كذا ملي تيكون كلشي مجموع في عملية واحدة On effectue la multiplication en premier lieu, dans ce pro, et la division en deuxième lieu, dans ce pro, avant, plus et moins. Dans ce pro, darb, qisma, azaïd, ad naqis. Darb, qisma, zaïd, naqis. Sans calcul, sans parenthèse, on effectue la multiplication, le produit, et la division avant, l'addition et la soustraction. On a un exemple. E est égal à 7 plus 3 fois 4 moins 20 divisé par 4. Je vais vous dire, allez, je vous gagne la manière de faire la croissance, donc sans parenthèse, ou un autre terme, ou un autre terme, je vais vous dire, c'est quoi qui est un terme ou un terme. Et dans la dernière, 7, donc c'est quoi qui fait que ça va, plus. Donc, vous avez la manière de faire la manière. 3 fois 4, ça fait 12, موان 20 ديفيزي بار 4 حنا نزدنا داكشي اللي قلنا الضرب هو الاول تنتقل عندنا هنا زائد ناقص وناقص والقسمه شنو غنسبقوا القسمه هو الاول 7 بلس 12 موان 20 ديفيزي بار 4 صافي 5 اذا شنو تلاحظوا دوك رجعنا للقاعده الاولى عندنا زائد وناقص اش غنديروا تنبداو من اليسار الى اليمين لكوش ادوار 7 بلس 2 صافي 19 موان 5 وتنتقلوا 19 موان 5 صافي 14 عندو كيفاش؟ إذا العملية بسيطة جدا ننتقلوا إلى مثال آخر F عندنا 18 موان 9 ديفيزي بار 3 بلس 5 فوا 15 فوا 3 إذا أش عندنا؟ عندنا الضرب والقسمة وكذا غادي نبداو بعملية الضرب هي الأولى إذا 18 موان 9 ديفيزي بار 3 بلس 15 فوا 3 صافي 45
نعاودو نتقبل. إذا عندنا ناقص وزائد القسمة، غادي نبداو بالقسمة هي الأول. إذا عندنا 18 موان 9 ديفيزي بار 3 صافي 3 بلوس 45. إذا عندنا هنا دوك عاملين زائد وناقص، إذا كيبقى لنا مكاينش الأقواس، غادي ننتقلو إلى سون بارونتيز، غادي ننتقلو إلى دو كوش أدوات. 18 موان 3 صافي 15 بلوس 45. ونكملوا عملية الجمع بسيطة جدا، 15 بلس 45 صافي 60. وهكذا نكون أنهينا المرحلة الأولى من هذا الدرس. ننتبهوا الحصة الجاية إن شاء الله تعالى سنجهز هذا العمل يعني لي 4 زوبيراسيون افيك لي بارونتيز. ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم في هذا الدرس، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.